طيب هذا فيديو القصف في بلغرود، يعني يا إما أوكرانيا قصفت يا إما طرف ثالث. يا سيدي واضح الأمور، بس في فضيحة عسكرية إذا مزبوط الرواية أنه تسللت مروحيتان واجتازت كل الدفاعات الجوية ولم تكشفها رادارات، هذه فضيحة عسكرية روسية. يعني أنا لا أميل إلى هذا الطرح، وإنما ما أميل له بشكل أكبر هو السيناريو دائما هو خلق الأزمة واصطناع الأزمة من تلقاء نفسهم لتبرير الضرب والهجمات الجوية على أوكرانيا. كيف يعني؟ فسر لي أكثر. يعني عندما تكون تتكلم عن بلد كروسيا عندها إس 400 وإس 500 ومنظومات دفاعية تصدرها للعالم كله، ولا تستطيع حماية أجوائها أمام تسلل هكذا طائرات، هذا الإنسان يضحك على هذا السيناريو. ولكن السيناريو الأقوى أنها هي اختلقت، وهي التي ربما دعمت، وهي التي هي التي خططت لهكذا هجمات على مستودعاتها وعلى بعض أماكنها الاستراتيجية لتبرر ردة الفعل الهمجية والقصف الهمجي على أوكرانيا. يجب أن يكون هنالك. معقول دكتور لهذه الدرجة الروس يعني فجروا منشأة النفط كي يبرروا؟ ولما لا، ولما لا، دائما تخلق الذرائع من أجل أن يكون هنالك حرب تأكل الأخضر واليابس، فما لك إذا ما سمي بالدب الروسي الذي دائما يعني يهجم ثم بعدين يجلس على طاولة المفاوضات. أنا أتوقع ما الذي يريده بوتين أكثر بعد 37 يوما عند إذا ما كان هذا السيناريو واقعا، يعني موضوع أن يتسبب الروس بتدمير منشأة نفطية في بلغرود، ما الذي يريدونه؟ هو لا يريد من أوكرانيا، هو الآن يحصل على ما يريد من خلال ما تم من المفاوضات. هذه رسالة للغرب، هل الآن القضية حرب الوكالة يا سيدي؟ روسيا الآن هي تحارب الغرب من خلال أوكرانيا أو من خلال المستنقع الأوكراني، وهي رسالة إلى أمريكا تحديدا، ورسالة إلى إنجلترا وإلى فرنسا بأن ما أنا أتعرض لهجوم وأنا لن أسكت وأنا سأرد على الهجوم بهجمات مدمرة أكثر. إذن القضية هنا كيفية خلق الذرائع والأسباب وإعطاء المبررات لكي لا تلام دوليا. ولكن ثبت تفضل. ولكن دعني أقول لك كلمة. بداية قضية ما تم في قمة اسطنبول، اليوم تصريح لافروف يقول قمة اسطنبول كانت نتائجها إيجابية وعلى أوكرانيا تنتظر منا الرد، نحن الآن نحضر للرد على ما يسمى مقترحات كييف، ونحن ننظر بإيجابية لتفهم كييف حساسيتنا في نقطتين، النقطة الأولى عدم الانضمام، التفكير في الانضمام إلى الناتو، والنقطة الثانية أن تبقى حيادية وأن لا يكون هنالك أي تكتل عسكري أو لووي في أوكرانيا. هذا تصريحات لافروف اليوم، وبناء عليه تم الاتصال اليوم بين الرئيس التركي والرئيس الروسي. نعم، وبناء عليه قال وسيعقبها نتيجة لقاءات أخرى، ولكن يجب أن ننهي الاتفاق المبدئي. إذن بس اتصال وراء اتصال، شو ميزة هذه الاتصالات؟ يعني اتصال اليوم ما الذي يميزه؟ هنالك جهود حثيثة من كلا الدولتين يريدان ضمانات، لا يكفي فقط التعهدات والاتفاقات المبدئية، ومن ضمن هذه الضمانات دول تكون ضامنة، ومن ضمن هذه الدول وأهمها تركيا، بالإضافة إلى تنسيق الزمني وتنسيق اللوجستي وآلية الحضور. نتكلم عن حضور على مستوى الزعماء، وبالتالي تركيا مستعدة أن تلعب هذا الدور وأن تستضيف هذه القمة الاستثنائية، قمة على مستوى رؤساء دول تتحارب مع بعض البعض، وبالتالي الآن دور تركيا أصبح صمام أمان على مستوى العالم. أصبحت الآن تركيا ينظر لها نظرة الإعجاب، ماذا قال رئيس وزراء إيطاليا؟ وماذا قال نائب رئيس وزراء الهند اليوم وهو يلتقي بنظيره الروسي؟ قال نحن نثمن دور تركيا الذي استطاعت أن تحضر المتحاربين على طاولة واحدة. إذن يجب تقييم هذا الدور بشكل إيجابي والبناء عليه بشكل إيجابي، وألا ننصت فقط إلا ما يتم تداوله في وسائل الغرب في السوشيال ميديا بأن المفاوضات فشلت. بالعكس، المفاوضات بدت بأرضية صلبة في أنطاليا، ثم بنيت عليها قاعدة في توافقات مبدئية مهمة في إسطنبول. دكتور شو عرفنا إذا الروسي كان صادقا في مدحه وإطرائه للدور التركي وللوساطة التركية؟ ربما يبيع الأتراك كلاما فقط. نحن لا ننظر إلى هذا الكلام، ولكن هذا مؤشر للوصول إلى اتفاقات موقعة بين دول، مع دول ضامنة على مستوى العالم. كيف يعني؟ هل تركيا تثق بالتزامات الروس؟ هي تسعى لأن يتم توثيق ما يتم الوصول إلى تقريب وجهات النظر. الآن هنالك حرب وعداء
تقليل وجهة النظر في أمور مشتركة ليس بالشيء السهل. يعني اليوم الكلام أنه الجانب الروسي حتى بموضوع الممرات الإنسانية في ماريوبول هو لا يفي بوعوده. نعم، لا توقع كل شيء من الروس. الروس ممكن يكلمك صباحا ويهاجمك ظهرا ويغدر بك مساء إذا ما كان هناك حرب، ورأينا ذلك في الملف السوري. وبالتالي الاتفاقات والسوتشي وغير السوتشي كانت اتفاقات هي فقط من أجل كسب الوقت، ولكن لم يتغير شيء على أرض الواقع. لا نقول ذلك، ولكن على الأقل أن لا يكون هناك زيادة في التصعيد، أن يكون هناك وقف إطلاق النار ولو كان مبدئيا، تقريب وجهات النظر على الأقل. يجب أن يكون هنالك حكيما من يحكم هالأمور بشكل طبيعي لإنهاء الأزمة، لإطفاء نار الحرب، لا تأجيجها. أعطني دولة، أعطني الآن دولة من الدول الخمسة كاملة العضوية الآن تقوم بما تقوم به في مجلس الأمن، في مجلس الأمن ولا واحدة، ولا واحد. لذلك ما فائدة مجلس الأمن عندما الرئيس أردوغان يقول العالم أكبر من خمس دول؟ يجب تغيير هيكلية يعني مجلس الأمن.